متواجدين في حديقة شاطئ الحمرية لتنظيم فعالية رياض قبل الإفطار بتنظيم النادي الحمرية وإشراف مباشر من مجلس الشارقة الرياضي. مثل ما نحن نعرف نحن اليوم جميع شرائح المجتمع تعمل رياضة قبل الإفطار، فحبينا نحن نعزز الرياضة المجتمعية بتوفير مدرب لياقة بدنية متخصص ومحترف، وبالإضافة إلى ذلك نحن عندنا فعاليات مختلفة في شهر رمضان غير رياضة قبل الإفطار. عندنا رمضان مع نجم، عندنا حكايات رمضانية، وإن شاء الله بنطلق سباق الحمرية للمعرفة، وبنطلق أيضا بطولة الحمرية للبلاي ستيشن، وبنطلق بطولة للشطرنج. يعني فعاليات مختلفة ومتنوعة بالإضافة لرياضة قبل الإفطار. ومثل ما نحن نعرف توجه إمارة الشارقة واضح أن إمارة الشارقة تكون مراعية للطفل، مراعية للمسنين، وذلك عن طريق المحافظة على الصحة. فلذلك نحن أطلقنا برنامج الرياضة قبل الإفطار.